أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال الصقامي كيف نبقى حيور بابي وحباباتك كي دايرين اجي بعدا هدو درس سكريب ما تمشيش في الفيديو ما تمشيش جلس غادي يعجبك الحال وما تمشيش تنتي يا حبيبة هادش غادي يعجبك انتي اصلا هدو درس سكريب مهم السلام عليكم احبابي كي دايرين لاباس عليكم نهاركم مبروك هذا غنشوفوا بالدخله ديالي قلت لكم اجيو باش ما تمشيوش باش تشوفوا الفيديو ديالي حيت غنكون بارطاجيتو شي واحد دخل يقدر يقعدني كان بلا 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 ما يعجبوش يمشي والله ما يقول له اجي ابقى ايوا كي دايرين لاباس ولا بقيتو مرحبا بكم وثاني حاجه قربوا عندي تشيروا لتحت فين كان ديك اللعيبه حمراء في السكرايب بركولا صافي كي دايرين لاباس عليكم نهاركم مبروك كي دايرين لاباس لي جديد في قناتي مرحبا به الف مرحبا نتمنىك تكون من الناس الفيدال ديالي واللي قديم مرحبا بك الف مرحبا بلا بك ما كنت غادي نوصل حتى شي حاجه باقا ما وصلتش بزاف لك بالنسبه لي انا في هذه الساعه واصله لانه وصلت 637 مشاهده لا 637 سبسكرايب هادشي فضل ليكم غادي تقولي ستمية انت بنتك انا بالنسبه لي راه شي حاجه كبيره لانه غير باش وصلت ليها دات مني بزاف د الوقت والحمد لله باللي وصلت ليها في مده شهر وهذا الفضل كيرجع ليكم لانكم تقصوا في قناتي وعجباتكم وبقيتوا معايا بقيتوا في يدي ليا وهذا الشيء كيكبر في قلبي بزاف ليكم ونتمنىكم اللي جيتو جداد ديروا لي سبسكرايب ما تبخلوش لي عليها لان غادي نجيب لكم المزيد من الهدايا ومن الحاجات ومن الفرح غير هاد كورونا شداتنا في ديورنا ما قدرناش نعطيوكم داكشي اللي بغينا سي بوغ سا اليوم غندير لكم واحد لا فيديو اللي هي لا روتين اليومي ديالي غتقولي الروتين اليومي كلشي ولا يديرو هالو نو انا درت هاد الكتابه لانه الناس كيمشيو يشوفو غير هادشي تفاعل ولكن انا غندير لكم واحد نهار مع نهار اللي غندوزو في دارنا حيت من واحد المعجبين ديالي قالوا لي فاتن علاش ما ديريش لنا كيفاش كدوزي نهارك غندير لكم نهار اللي غندوزو هاد النهار عادي يعني نهار عادي مجرد عادي في هاد القطعه كورونا اللي غنخرج نتقدى فيه شويه نوريكم كيفاش جمعت الدار ولكن ما غاديش نبين لكم باغي طاب غنبينكم الحاجه كي كانت كي ولات شويه نقدر نبين لكم الكوزين وداك الشيء ما غاديش يكونوا باش انا بزاف لان ما جوج ديالي ما باغينش نبان داك الشيء انا احتراما لنفسي ما نقدرش نبين راسي واخا كما كنت ما غاديش نبين راسي وقفه كامله ماشي لو شي حاجه ولكن يعني ما عندها يعني ما عندها حتى شي معنى وانا غنوريكم حاجه كي كانت كي ولات هذه يعني الروتين اللي كندير انا يومي ما غاديش نوريكم ديتا لان ما كاينش المراه ما كتعرفش دير النتواياج سوا مره اخرى غندير لكم فيديو ديال النتواياج كنوريكم فيه لي برودوي اللي تنستعملو داك الشيء اما بالنسبه لكم روتين انا كنجفف المحنيه وداك الشيء داك الشيء حشومه وعيب دونك هذاك تبقى خصوصيات وصافي دوزو شوفوا لا فيديو ديالي ويلا عجبتكم ديروا لي لايك وحتى ما عجبتكمش ديروا لي لايك ويلا بارطاجيوني مع صحابكم وصحاباتكم لا فامي ديالكم كامله وديروا لي سبسكرايب ما تمشيش تديروا لي سبسكرايب انا غير سبسكرايب كنضحك معاكم ولكن ماشي الضحك السبسكرايب بصح ديروها وصافي بيسو ليكم كاملين وبغيت نقول لكم واحد الحاجه لان انا غادي ندير واحد لا جيف اواي قريبا نديرها اللي هي عباره عن ميك اب لي برودوي هكا البنات والدراري الى ربحت الدراري غتكون شي حاجه عباره للدراري دونك برومي هادي كنت دايرها مني ومور هاد الكيفوي غنجيب لكم واحد الكيفوي اخرى اللي هي غتكون على شنو هي المهم ما تكونش شي حاجه سوبريز لدارك نتي ولا انت ولا نتي ولا انت يكون دارك شنو غتكون شي حاجه الكترونيك اللي غتعاونوا بها الاثاث داركم يا تزوجتوا جداد يا درتوا دهاز يا نتوما ديجا مجوجين غتكون شي حاجه اللي زوينه لكوزينتك الا لا وسيدي اللي غادي تجيكم عقلكم زوينه وغتكون ماركه زوينه دونك سبسكرايب وبارطاجي باش توصلوني ندير لكم انا اللي جيب واي ديما 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 دونك ثقوا فيا نتمنىكم تبقى من العائله ديالي بغيتو تقترحوا عليا شي حاجه شي فيديو بغيتو انا نديرو لكم
الا عليكم بلي كومونتيرات. وغادي نقول لكم تابعوا واحد القناه ديال واحد البنيته غزيوله صغيره زوينه دعاء، غادي نكتبها لكم، اللي عندها قناه واعره بتبقى صغيره وكدير فيديوهات مع خوتها دراري صغار كيكونوا كيضحكوا زوينين صراحه، كتستاهل المشاهده وتت مشاركه، وتنتم تشوفوا انتم وليداتكم زوينه زوينه زوينه، ودعموها عافاكم راها باقا بنت جون وعندها طموح وباقا صغيره تبارك الله وصلى عنبي عليها الله يخلي لوالديها. وهذا ما كان، كل مره غنقول لكم قناه من قنوات البنات اللي غادي تتابعوهم لانهم قنوات زوينه حتى الدراري. واخا انا ماشي يوتيوبر كبيره ولكن كنحس براسي بالنسبه لراسي انا غادي وصلت يوتيوبريه كبيره. صافي سي ساي غادي نقول لكم، وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف واحد النمره ديال واحد السيده اللي محتاجه المعاونه ماديه، وهذه في كورونا لان مشات لي كومونتير ولكن اقلب لغه نجبدو باش نتصل معاها، كنت اوكيبي بزاف في هاد الايامات خصوصا، دونك غادي ندير معاها اتصال وغندخل جروب غندير معاها اتصال، وان شاء الله نتمنىكم اللي قد يعاون شي حاجه يعاونها. بوسه كبيره وتابعوا الفيديو ديالي وما نتعطلش عليكم. ديروا لي لايك، ما بقيت كنخربق في الاخر، صافي ديروا لي لايك وديروا لي سبسكرايب عندكم تنساو، كنبغيكم. المهم البنات كما كنوريكم دابا يلا فطرت، انا نورمالمون ما كنفطرش بزاف، كنشرب غير اتاي لبطون، ودابا هاد الكيكه كنصايبها تاع ماما البارح ايوا فطرت بها، ما فيها ما نفطر بزاف سبق. المهم البنات هادي هي اللبسه اللي لبست باش غنخرج نتقدا هكا في الحومه، وكنت كنوجدات كنت كنهضر معاكم ولكن ما بغيتش الفيديو يولي طويل، سي بوغ سا اختاريت ندوز هادشي رابيد وانا نهضر، وهاد شنو نلبس غير باش نتقدا مش غير في الحوم. المهم البنات هنايا غادا باش نمشي للسوبر مارشي، شوفوا على وريضات شوفوا على جو كيحمق، شميشه شميشه شميشه، ولكن خساره الله يحيد عنا هاد الوباء باش نعيشو حياتنا تا حنا كيما كنا عادي، ونصلحو من راسنا ونتعلمو من هادشي نوليو ناس حسن. كنت كنوريكم لي توليبان تبارك الله غزالين، وكنت غادا لابوند هنايا، انا غادا طريق للسوبر مارشي ماما هازا غي ميكا وحدة هكا في الاخر غنوحل قلت الاخر شوفو. هنا البنات مشيت للسوبر مارشي وقالو لنا ضروري نمسحو الاخر، واخا يكونو جوج الناس كل واحد خصو يهز الكارو ديالو، كنمسحو بالالكول داكشي وريتكم. مشيت نتقدا كيما كتشوفو كلشي خاوي، يعني باقي حد الان كتمشي تقدا كتلقاي بزاف د الحاجات مكاينينش، بزاف 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 د الحاجات. انا وريتكم لما كنوريكم نهاري كيفاش كيدوز، يعني باش كيكون نهار عادي. المهم البنات هنا باش تقدينا في السوبر مارشي مشينا عند واحد المغربي تقدينا وعطانا هاد الكروسه، لان داكشي ما قدناش فين ما كنمشي نتقدى ديما كنجيب الحوايج. صافي البنات باش جينا مع التقضيه، ها هادشي اللي تقدينا هي اصلا الدار راها فيها التقضيه، ولكن فين ما كتخرجي خرجنا على حساب هاد الميكس جايين بزاف الحاجات وغنوريكم دابا داكشي اللي شبيك اشوف، شريت الفرويسيك لان كيعجبنا نقاطق دانون وتخربيق، هادي هي باش خرجت تقديمه، والزريعه هادي شحال ما كليتها، هادي الزريعه ديال الترك خطيره زوينه بزاف بنينه بنينه بنينه، البنات اللي عايشين بلجيكا راه عارفينها في الالمان هادي، وخصوصا هاد الماركه هي احسن وحده في الزريعه بنينه، عرفتي كنقصو عليها كاع ما كنوضو. صافي شريت دانونات لا كريم فريش داكشي بلا ما نخرج السيمانه والانرجي ونهضا، وتقدينا تقضية على حساب مشينا ساعة عند مغاربة شرينا ليمون وداكشي، وعند مغاربة مشينا جبنا اللبن، وهذا هاد الفغوي الساك هادو كنشريهم عند مغاربة، هادو عند مغاربة عقلتش. المهم شريت هادو عند واحد مغربي، وحبة حلاوة شنو سميت هذا والنافع، باش غادي نديرو الشباكيه والعسل واللوز كما كتشوفوا، غنديرو الشباكيه والصفوف حتى ندير لكم واحد اللايف فيو. شتي هاد الحلوه مع المغاربه والخل، وهذا المزهر مزهر باش غادي نبداو، باقي لنا بزاف تقضية على حساب، باقي بزاف مقادر على حساب الشباكيه و هذا مسكح. وشرينا الزعفران حار معفنه، هذا كتشطح البنات هنا نوريكم الدار غادي تشطح تربح، لان باش انا باش فقت في الدار بديت كنجري نمشي نتقدا وقلنا الثالثه على خصنا ندخلو الدار، وهذا وريتكم الدار على حقيقتها كتشطح تربح، يعني نهارك كيدوز
رونا كلشي وديك الساعه غنجمعوا كلشي. ماما دابا بدات كتصايب البيت وانا غنضرب كلشي. المهم انا نقدر نوريكم الروتين ديالي اللي كنجمع كلشي في الفيديو. وريتكم دار رونا وانا نوريها لكم كتجمع هذيك ديال الخبز تيت سخنت تقول تما لي زان ديال البارح كيلعبوا في هذا البيت. اي واحد كتوقع له هذا البارح كلشي ست خصنا ما نقدرش نوريكم. ايوا لا لا صافي. وهنايا البنات بديت كنغسل في الماعر بديت كنجمع الكوزينه كنهضر كنهضر نجمع سمحوا لي كنت كنعاود لكم ما عرفتش علاش كنت كنعاود انا. المهم كنت غنطول الفيديو عليكم اكثر من اللي هو طويل ولكن جو بريفير نقصرو ونهضرو بلا ما نهضرو يعني تشوف غير هذيك تاع مره اخرى ندير لكم شي حاجه اللي نهضر فيها تكون قصيره. كنحاول ما يمكن ندير فيديو قصير ولكن ما كنقدرش الا بغيت نشارك معكم اي حاجه. هنا كنت كنقول لكم انا بمعل صراحه احبابي في الحساسيه انا ما عندي نغسلهم بجافيل ودريف والماء سخون. علاش كندير الماء سخون؟ لانه الماء سخون كيحيد البكتيريا. عندي لا ماشين لافي ولكن كنفضل نغسل بيدي لانه كيعجبني. كان كل واحد كيعجبني طواج انا كيعجبني نغسل مع بيدي. وديك البلاصه اللي ليها اللي كتشوفها الحليب والعسل وداك الشيء هذوك كنخرجها برا ما كيخسروش وحيت ما بقاش عندي في نديرهم لانه كلشي عمر ليا في الكوزينه. الثلاجه عندي صغيره ديك الساعه تابا غنشري وحده كبيره ان شاء الله بحول الله. فبوفا الحاجات اللي ما كيخسروش بحال المشروبات والشيبسات وداك الشيء دارت تما وحمد الله ساستا كما كيقولوا ما عرفتش واحد الشبكه ديال الخشب حتى فيها كاع داكشي اللي كيكون كيتنقب الشيبس داكشي والعصيرات والحليب اللي ما كيخسرش تخليه برا. ديك الساعه كنبقى نعمر الثلاجه بالحليب باش كيسالي عندو الثلاجه ولا بلاكار عمرو ليا دار صغيره كما كتعرفوا الدار بلجيكا صغار وصافي. الا كنتي في شي مدينه كبيره بحال اونفيرس كرا كيكون غالي بزاف وهاد الدار راه غاليه دونك عاد بالك الا كانت الدار كبر راه سالير كيمشي تما. سي بوغ سا الله يوفقنا ويوفق جميع المسلمين ان شاء الله. المهم البنات انا بديت كنوجدو الغدا صافي كنوريكم كيفاش يعني كنت قطعت البطاطا وداك الشيء. الغدا من بعد غادي تشوفوا معايا واحد الفيديو اللي غيكون موالي لهذا اللي عندكم خصكم ضروري تشوفوا اللي غيكون لا غوسيت ديال هاد الماكله. واحد لا غوسيت اسبانيه اللي هي واعره 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 غيكون عباره عن اطباق جوج والعصر شي حاجه مبتكره. خصكم ضروري تشوفوا الفيديو اللي مورا هذا الا بغيتوا تشوفوا كلشي شنو الماكله تاعي كيفاش كدازت وداك الشيء. مورا هذا الفيديو سيروا الفيديو اللي موالي ليه وغادي تشوفوا داك الشيء اللي طيبت ان شاء الله وغادي يعجبكم. غنوريكم باس باس كيفاش تصايبوا داك الشيء. سي بوغ سا ما نقدرش نحط لكم كلشي دابا. الفيديو اللي غادي نحط مورا هذا لا فيديو غادي يكون في لا غوسيت. لكم اللي ما دارش سبسكرايب دابا ديروا سبسكرايب سيروا لتحت وحطوا سبسكرايب دابا قربوا ليا باش نشوفكم. يلا هودوا لتحت ديروا سبسكرايب. المهم نهاركم مبروك تكونوا ديما ضاحكين فرحانين ودوزوا معايا باش نمشي نتغدى. البنات صافي جلسنا نتغداو شويه واللي بغى يعرف هاد لا غوسيت اللي كلينا يمشي الفيديو اللي مورا هذا وغادي يشوف كاع لا غوسيت. هنا البنات مورا ما تغطينا غسلت الماعن جمعت الكوزينه دابا كنوجد كنبقى ندير ديك التهرميش كندير اتاي كنحطو في الطابله كنبقى جالسين كناكلو كنرمشو. درت شيبس ديال البنان درت كاكا ودرت هذاك الشيء اللي هو يعني كيجي زوين مع اتاي. وهذيك اللعيبه اللي وريتكم ها كتشريوها من ايكيا كتشدي بها اي بلاستيك ما كيبقاش يخرج من البرد وزوينه. انا تسالاو ليا خصني عاد نزيد منهم كنخليو الحاجه زوينه البلاستيك ما كيبقاش خصها. صافي انا كنوجد اتاي وكنوجد داك الشيء. واتاي راه درتو بنعناع وشديت قشره ديال الليمون قطعتهم ودرت بهم اتاي وصافي. ورا هادشي غنمشي غادي نسالي اليوم ديالي. واللي بغا يتبع لا غوسيت اللي درت مشي الفيديو اللي مورا هاد الفيديو غيعجبو بزاف بزاف بزاف. صافي البنات هادي هي لا غوسيت ديال النهار كامل. دابا نسقص على كتعجبني هي الراحة باش خطرات كندير السبور في الصباح. كندير السبور في الصباح يعني كنوض
كنبقى نفرق نشطحو داك الشيء بعد خويا مكنديرهاش علاش مدة 3 أيام مقدرتش نولي نوريكم وجهي دابا لأنني دايرة السوك ديالي وما دايرهاش لا فولار سي بوغ سا صافي. هاد الوقت اللي عندي الفراغ كندخل فيه اللابتوب كان نوض ندير كندير مونتاج اللي عندي مونتاج ما نديرو كنقادو داكشي ولا كنقرا كتاب واكثريا كنتفرج افلام في نتفليكس كما دابا كندير افلام. وهذه هي لاغوتين ديالنا كندير كويساتي كنحطوه ماما كتعجبها ديما تلقى في الارض كتحمس الاخر هي اصلا صحيه كنديرو شويه الزريعه شويه الطوا هادو كيعجبونا اللي في خويساك بزاف وفيهم الفيتامين وكيبقى فوق الطابله العشيه كامله يعني كنقبو منهم ولا كان شي حاجه يعني انا دابا نبدل هاد البنان اللي هو بنان شيبس احسن من الشيبس لانه هو صحي اكثر كنت قبل كناكل بزاف الشيبس دابا ما بقيتش كنحملها صافي. هذا هو نهاري بوس عليكم وريتكم الروتين ديالو واخا جا خفيف دغيا ولكن هادشي اللي كندير انا تقريبا كل نهار كلشي ما كيكون شغل كثر يعني بحال غدا غادي نديرو نتواياج عفوا غادي نوريكم كيفاش نديرو نتواياج عفوا. المشكلة انا ما كنقدرش ندير روتين اليومي لانه راجل ما باغيش ندير روتين اليومي حتى انا ما كنحبش نديرو ما باغاش يبان الجسد ديالي ولا غادي ندير روتين توري الناس يعني خصك تبين راسك كامل وكاع الناس كيعرفوا يديروا نتواياج هذا الشيء يعني مهم وكنوريكم لي برودوي اللي كنستعملو حنايا والطريقه تاع داك الشيء. وبغيت نقول لكم اللي ما دارش سبسكرايب يدير لي سبسكرايب زا اللي كنشوف فيا ولا اللي كنشوف فيا ديروا سبسكرايب اجيو دابو ديروا لي سبسكرايب بيزو ونهاركم مبروك كنبغيكم كاملين سبسكرايب لايك وبارطاجي اوكي ما تخسروا حتى شي حاجه من وقتكم وبغيتكم تولوا من لا فامي ديالي كنبغيكم. عرفتي اللابتوب راه فضحني بنت انا باللابتوب صافي يلا نهاركم مبروك. دابا هذا الشيء كندير كنبقى شاده كنخربق وكنفرج هذا الشيء ديما وصافي يعني مرة بالليل يعني راه ما كانت شي روتين غير العشاء والتلفازة والضحك وكنلعبوا بعد خسرت بعض الشيء صافي باي باي.